السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة أريكم أفضل 5 تيمات متوافقة مع iOS 8.3 وكذلك iOS 8.4. التيم الأول وهو تيم الإيميوري، هذا التيم كما ترى هذه هي صورته، يعني إذا أعجبك يمكنك تنزيله، فطبعا سوف تجد أسماء كل التيمات أسفل الفيديو في الديسكريبشن. التيم هذا هو التيم الأول. التيم الثاني وهو تيم السوفت فور iOS 8، كما ترى هذه هي صورة التيم والأيقونات التي في هذا التيم. التيم الذي يليه وهو تيم الامبري iOS 8، كما ترى هنا الأيقونات الخاصة بهذا التيم والشكل الجذاب لهذا التيم الرائع. التيم الذي يليه وهو التيم الذي استخدمه في هاتفي، تيم رائع للغاية، وأنا يعني أفضل تيم أعجبني في جميع التيمات لـ iOS 8 وهو تيم الجيوني 8. التيم الذي يليه وهو تيم الـ SUVS 91، كما ترى هنا يدعم الخلفية في iOS 9، يعني خلفية iOS 9 يدعمها، وكذلك الأيقونات شكل الأيقونات يعني مدور بعض الشيء. إذا كانت هذه أفضل 5 تيمات متوافقة مع iOS 8.3 وكذلك iOS 8.4. أتمنى منك الاشتراك في القناة وكذلك الإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك وزيارة المدونة. يوجد حلقات شبه يومية في كافة المجالات التقنية، أبل، أندرويد، ويندوز، لينكس، ومقالات وأخبار الإنترنت. يوجد كذلك تيمات وأدوات للسيديا تجدها في القناة، راجع فيديوهات القناة وتجد العديد من الفيديوهات والعديد من الطرق التي تستفيد منها لأجهزة أبل وغير ذلك. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.